بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم. اليوم بإذن الله راح نديروا مع بعض تقويم أو اختبار تجريبي في مادة الرياضيات السنة أولى فصل ثاني. نبدأ على بركة الله. التمرين الأول كالآتي: اكتب العدد الذي تمثله البطاقات في الجدول. اكتب العدد الذي تمثله البطاقات في الجدول. الأعمدة هنا ماذا تمثل؟ الوحدات. الأعمدة العشرات. الأعمدة كل عمود يمثل لنا عشرة. كم لدينا من عمود؟ اكتب الله. الأعمدة تمثل لنا العشرات، والعدد المتبقي يمثل الوحدات. ما هو الرقم؟ 32. 32. كم عمود؟ 2. 1 2 3 4 5 6 7. سبعة وعشرون. كم لدينا من عمود؟ 1 2 3 4 5. ستة وخمسون. هنا كل عمود يمثل لنا عشرة. عشرة عشرون. ثلاثون. أربعون. خمسون. ننتقل إلى التمرين الثاني. التمرين الثاني أحسب ما يلي. عنا عمليات حسابية. حاول أنك تحسب العمليات. العملية الأولى أقصد. أبدأ. دير في ورقة وسخ. ثلاثة وأربعون زائد. ثلاثة وعشرون. كم تساوي؟ ستة. انتظر. نبدأ من؟ ما تبانش. ثلاثة زائد. كمل العملية منا. لا راح تعاود تكتبها. ثلاثة زائد ثلاثة. ستة وستون. اكتب. العملية الثانية: عشرون زائد ثمانية. كم تحصلت؟ 28. عشرون. ماذا نضيف لها حتى نتحصل على 29؟ كم؟ 9. عشرون زائد تسعة كم تساوي؟ 29. 10 زائد ماذا حتى نتحصل على 16؟ 6. 6 زائد 6 زائد 10 تساوي 16. 37 ناقص 7 كم تساوي؟ 37. 38 ناقص. هون. ناقص. 37. 36. 36. 35. 34. 33. 31. كم؟ 31.
عاود داك غلط خطا مش كش داك تحسب عاود عاود تشوف الحساب تاعك. 37 37 36 35 34 35 36 37 37 37. نعم التركيز ثم التركيز. 37 ناقص 7 كم تساوي؟ 30. 20 ناقص 10 كم تساوي؟ كم تساوي؟ 10. 15 ناقص 5. 15 ناقص 5 10. 10 ناقص 2 هناك عمليات يعني هنا بسيطة يستطيع التلميذ يحلها آليا بدون اللجوء إلى عملية وما شابه. التمرين الثالث لون نصف عدد الكريات. لون نصف عدد الكريات كم لدينا هنا من كرية؟ احسب احسب بالقلم. 10 لون النصف معليش بالقلم. نصف 10 ما نصف هو؟ نصف 10 هو 5. لون نصف احسب هنا. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة أحد عشر اثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر. نصف ستة عشر ما هو؟ نصف ستة عشر. شوف هنا يا. شوف كيف انك تحاول تنصف المجموعة تاعك. ستة عشر نصف 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 ستة عشر أنا هنا كتبها هنا دوايرات ستة عشر هم هنا هم هنا موجودين ستة عشر أقسمهم على اثنين باش يجيو نصفين متساويين ثمانية. نعم واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إحدى عشر اثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر ثمانية عشر تسعة عشر عشرون واحد وعشرون اثنان وعشرون ثلاثة وعشرون أربعة وعشرون خمسة وعشرون ستة وعشرون سبعة وعشرون ثمانية وعشرون تسعة وعشرون ثلاثون. نصف 30 جزئين متساويين و واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة أحد عشر اثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر. نعم يشتغل
نصف. هو خمسة. نصف عشرة هو خمسة. نصف ستة عشر هو ثمانية. نصف خمسة عشر هو أربعة عشر. خمسة عشر. خمسة عشر. نصف خمسون. احنا كم عدد لدينا من عمود؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة. عشرات هنا خمسون. نصف خمسون. خمسون عنا خمس أعمدة. خمس أعمدة. خمس أعمدة. عشرة 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 عشرون. ها عنا عشرون ومن هنا عشرون. تبقى لنا هذه العشرة نقسمها على اثنان. عشرة عندما نقسمها على اثنان كم نتحصل؟ نصف عشرة ما هو؟ عشرون زائد عشرون. نصف عشرة ما هو؟ نصف عشرة خمسة. خمسة. تبقى لنا هنا خمسة وهنا خمسة. الجزء الأول عشرون زائد خمسة كم؟ عشرون. عشرون زائد خمسة. خمسة وعشرون. والنصف النصف الآخر عشرة. والعشرة عشرون والخمسة خمسة وعشرون. يعني نصف خمسون هو؟ نصف خمسون هو هو النصف. عشرة والعشرة والخمسة كم؟ عشرة. عشرة عشرون زائد عشرة زائد خمسة. العشرة هذه نقسمها على اثنان، نصف للجزء الأول والنصف للجزء الثاني. عشرون زائد خمسة. عشرون زائد خمسة كم؟ عشرون زائد خمسة خمسة وعشرون. اكتب هنا خمسة وعشرون. فهمت ولا ما فهمت؟ نعم. خمسة نصف خمسون هو خمسة وعشرون. كيف فهمناها؟ قلنا عنا خمس أعمدة، كل عمود يمثل عشرة. دنق هنا. كل عمود يمثل عشرة. نقسم العمود هذا والعمود هذا اثنان للجزء الأول واثنان للجزء الثاني. يبقى لنا هذا العمود اللي في الوسط نقسمه على اثنان. العمود فيه عشرة، عندما نقسمه على اثنان كم نتحصل؟ عشرة على اثنان خمسة. سمى خمسة وعشرون. ها عشرة عشرة عشرون. خمسة وعشرون. عشرة والعشرة عشرون والخمسة خمسة وعشرون. ضعف خمسة عشر. هاي عندها كمالية. خمسة عشر ضعف خمسة عشر يعني خمسة عشر مرتين. خمسة عشر زائد خمسة عشر تساوي خمسة زائد خمسة. واحد زائد واحد. بس نستحفظوا خمسة زائد خمسة كم تساوي؟ خمسة زائد خمسة عشر. والواحد وين نحطه؟ هنا. ثم كم ولا؟ واحد زائد واحد زائد واحد كم؟ ثلاثون. ضعف خمسة عشر هو ثلاثون. اكتب. الضعف هو مرتين من العدد، والنصف هو العدد نقسمه على مرتين. نصف نصف ولن نقسمه مرتين. خمسة عشر ضعف هو خمسة عشر زائد نفس العدد خمسة عشر. الضعف هو خمسة عشر زائد خمسة عشر. والنصف هو خمسة وعشرون. خمسون النصف تاع خمسون هي خمسة وعشرون. التمرين الرابع، اختر البطاقة المناسبة وأكمل الحساب. عند رضا 28 كرية. رضا عند رضا 28 كرية. ولعب مع صديقه فربح 5 كريات أخرى. كم كرية صارت عنده؟ عند رضا 28 كرية. لعب مع صديقه فربح 5 كريات أخرى. كم صارت؟ ما هي العملية المناسبة هنا؟ جمع. الجمع. ماذا نستعمل؟ عند رضا. عند رضا ثمانية
وش نجمعوا هنا؟ نجمع عند رضا 28 كرية. رضا كانت عنده 28 كرية، لعب مع صديقه فربح 5 كريات. العملية، دير لي العملية. 28 زائد ماذا؟ 5. 28 زائد 5 كم تساوي؟ 28 29 30 وعد 30 30 اكتب، لا ادري اكتب. العملية المناسبة هي 28 زائد 5 تساوي 33. في القفص 18 عصفورا، القفص فيه 18 عصفور. فتح أحمد القفص فطارت 8 عصافير. أحمد فتح القفص، حل القفص، طارت من القفص 8 عصافير. العملية اللي نستعملوها هنايا شنو هي؟ القفص كانت فيه 18 عصفور، أحمد حل القفص، القفص بعد ما كانت فيه 18 عصفور كيف فتحنا القفص طارت من القفص 8 عصافير. كم عصفورا تبقى في القفص؟ كم عصفور؟ العملية المستعملة هنا طرح. ماذا نستعمل؟ العملية 18 ناقص 8. 8 8 دير 18 ناقص 18 18 18 17 16 15 14 13 12 11 10. ثمانية عشر ناقص ثمانية تساوي عشرة. مع بعض كنا قد تطرقنا إلى تقويم أو اختبار تجريبي في مادة الرياضيات. إلى اللقاء في تقويمات أخرى، وفقكم.